إبراهيم سراج الدين أمين عام نقابة المهندسين بالجيزة. إحنا النهاردة في جامعة القاهرة كلية الهندسة، ده الملتقى الأول للتوظيف والتدريب لشباب مهندسين بالتعاون مع كلية الهندسة ومع الدكتور شريف مراد ومع نقابة المهندسين. عايز أشكر الأول كلية الهندسة والدكتور شريف على التعاون المثمر ده واستقبالهم لينا النهارده في الجامعه، لان اسم الجامعه اسم كبير وهيضيف كتير للملتقى. فاضل بقى شباب المهندسين يتلاحموا مع النقابه ويبقى في تلاحم بينه وبين الشباب، لان الشباب في حاله انفصام شديده جدا من بعد الثوره. النهارده للتدريب والتوظيف، ونتعشى من في المرات القادمه يبقى في ملتقيات اكتر واكتر واكتر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. نعم. والله اهم حاجه يبقى شركات كتيره تبقى موجوده ونوصل الشباب المهندسين بشركات التوظيف والتدريب. عندنا برضو منح تدريبيه كتيره هنا، وبنحاول في الفترات اللي جايه نعمل برضو تدريب لشباب المهندسين، والشباب اللي اتخرجوا واشتغلوا بنعمل لهم تدريب، لانه التدريب ده مهم جدا. ولان المهندس بيتخرج زي ما حضرتك عارف بيبقى نص المعرفة مش موجود، الخبرة المعرفة موجودة والخبرة مش موجودة يعني. فاحنا بنركز على التدريب في الفترة اللي جاية وقبل التوظيف كمان يعني. ده رئيس الوزراء ابراهيم محمد ده والله حاجة عظيمة، بس هم يا رب ييجوا يعني ممكن ما يجوش، ممكن لدواعي أمنية ما يجوش يعني، بس يا رب ييجوا، يا رب يحضروا. يعني احنا دعينا رئيس الوزراء قبل كده عندنا في النخبة في أكتوبر، و كان عنده ظروف برضه ما حضرش يعني، الناس كلها حضرت وما حضرش. كان تكريم رواد، رائد من رواد العماره في مصر الدكتور علي رأفت يعني. مهندس السيد صبحي سيد وهيب، عضو مجلس نقابه المهندسين ورئيس لجنه تنميه الموارد بالنقابه المهندسين بالجيزه. الملتقى النهارده بالنسبه لنا يعتبر فاتحه خير لاولادنا المهندسين. اولا الملتقى معمول للتدريب والتوظيف والخدمات. بالنسبة للتدريب احنا جالنا 400 منحة للتدريب مجانية، هنحاول نشوف فيها ولادنا المهندسين اللي اتخرجوا ومحتاجين عملية التدريب. وبالنسبة للتوظيف انا املي ان احنا النهاردة ناخد اكتر من 500 فرصة توظيف للشباب المهندسين، والنهارده الشركات بتقدم لنا جهد كويس، وبنتمنى ان الملتقى يعني يجني ثماره، وفي نفس الوقت المهندسين بتوعنا يتعينوا ويخرجوا من حاله الركود اللي هم موجودين فيها وعمليه الاحباط اللي موجودين فيها. ما فيش توظيف، احنا بنسعى لهم وهم يا ريت يساعدونا ويجوا هذا الملتقى ونحاول نقدم لهم شيء من نقابة المهندسين بالجيزة. جوزيف نسيم، عضو مجلس نقابة المهندسين في الجيزة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام. النهاردة احنا عاملين مرتقى الأول المهندسين، ده بداية شغلنا احنا كلجنة علاقات عامة في ان احنا نحاول نتواصل مع كل مهندسين الجيزة. احنا عندنا عدد كبير من المهندسين يصل ل 70,000 مهندس، محتاجين ان احنا نتواصل معاهم نشوف رأيهم ايه، خدمات نقدر نقدمها لهم ايه. حاولنا نجمع اكبر قدر من الشركات الهندسية المهتمة بمجال التدريب، مجال التوظيف، مجال العمل، مجال المقاولات، مجال الاستشارات الهندسية. اكبر طيف من المهندسين حبينا نجمعه النهاردة بحيث ان احنا نقدم له خدمة وفي نفس الوقت نتواصل معاه فيس تو فيس، نعرف نتكلم معاه نفهم منه يحس ان في مجلس منتخب بيدور على مصالح. انا اسمي بس محمد عبد العظيم، مهندسه مدني خريجه معهد العالي هندسه 15 مايو، وجايه الملتقى هنا عشان الاقي بس فرصه شغل، واتمنى ان انا الاقي وظيفه كويسه ان انا احقق بيها احلامي، يعني ان انا ابقى مهندسه كويسه في مجالي. بس يعني اكيد في اماكن توظيف وكده، والواحد برضو بيسعى وكده غالبا يعني، مش قوي بس هي الدراسه برضو بتبقى غير سوق العمل وكده، بس اكيد كل اماكن برضو بتوفر كده وبتعمل حساب ده، يعني بيبقى في مثلا تدريب شويه وبعد كده بيبقى في شغل. مهندس اشرف الصاوي، عضو مجلس نقابه مهندسين الجيزه ورئيس لجنه الخدمات النقابيه. احنا من اول ما دخلنا الانتخابات احنا بنسعى لاحساس المهندس بوجوده كعضو رقابه مهندسين،
لان اغلب المهندسين ما كانش عندهم انتماء للنقابه او حاسين بخدماتها يعني. فاحنا يمكن دي اول خطوه بنعملها اللي احنا بنخلي المهندس يحس بنقابته ويحس قد ايه النقابه بتخدمه وبتساعده وتقف جنبه يعني في ناحيه التوظيف وناحيه الخدمات وناحيه الدورات التدريبيه. هو الهدف من الملتقى تدريب المهندسين اللي هم حديث التخرج وعمل دورات تدريبيه لهم داخل القاهره وداخل مصر وخارجها. نمره 2 توظيف الاغلبيه العظمى من المهندسين اللي هم مش لاقين او مش وظيفه في تخصصاتهم المهنيه سواء معماري او ميكانيكا او باور او كهرباء او اي تخصص نوعي. فدي خطوة بنعملها او عملناها، دي مش اول ملتقى، احنا عملنا قبل كده ملتقى توظيف في جامعة MSA دكتور نوالي دجوة في اكتوبر، وده يمكن الملتقى الاكبر من نوعه على اساس اللي احنا عملناه عملنا ودعاية على اساس نستقطب اكبر عدد من المهندسين ممكن، والطلبة زائد الطلبة برضو بنساعدهم في تدريب دورات تدريبية ليهم. في برضه في لجان خدمات نقابيه احنا بنحاول نحسس برضه المهندس قد ايه النقابه بتخدمه في حته اللي احنا مثلا بنعمل في النقابه دلوقتي حاجه اسمها الشبكه الموحده، يعني المهندس يروح نقابه فرعيه في اي محافظه يخلص كل اجراءاته الخدميه سواء اعتماد كارنيه نقابه او اعتماد بطاقه شخصيه او مشروع رعايه صحيه. بنحاول نهتم بكيان المهندس واحساسه بوجوده كمهندس في المجتمع المصري، بنحاول نرجع لنقابة المهندسين رونقها او الماضي بتاعها كاستشاري عام للدولة. كل ده احنا بنسعى ان احنا نرجع الكيان الهندسي تاني زي ما بدأ اول مرة، يعني كان هو الكيان الهندسي الاول في مصر، هو اللي بيشرف على المشروعات، هو اللي بيدرب مهندسين وبيدرب الكوادر الفنية، هو اللي كان قائم بكل التخصصات الفنية والعلمية، كان كيان نقابة المهندسين. هو دلوقتي الحمد لله احنا بنرجع تاني، نرجعها زي زمان تاني انها تبدأ تاخد خطوات جادة في خدمة المهندس وخدمة الطلبة لانشاء ان شاء الله كده يعني مستقبل جاد وبناء، لان احنا المرحلة اللي جاية عايزين نهتم بالمهندس علشان يعني بلدنا محتاجة لكل ايد تبني في مشاريع، في اشراف على المشاريع، في جوده ومراقبه جوده، ولا سيما ان احنا في الفتره ديت والفترات اللي فاتت كانت الجوده الفنيه بمنتجات وصناعات على دون المستوى. فبنحاول نرجع الكيان الهندسه وكيان المهندس للماضي، يعني زي ما بدانا يعني، والحمد لله احنا بدانا خطوات وماشيين فيها ان شاء الله، وربنا يتمها لنا على خير يعني ان شاء الله.